عليكم. حنا البارح فجأة كنا في الخدمة عندي بيرو حدا الواقع النيت، سمعنا واحد الصوت يسحب لي أنا الرويضة ديال داك الكاميون طردق. من بعد ما خرجت كنلقى الركيزة طايحة على واحد الإنسانة، غدا أنا وصاحبتي كنجريو حتى لتما كنلقى الركيزة طايحة على الوجه ديال البنت. البنت عندها 16 عام طايحة الأرض، واحد المنظر مفجع. يعني فاش شفت أنا ديك الحالة راه ملي ما سخفتش ربي اللي معايا، يعني كنشوف أول مرة كنشوف الراس ديال الإنسان مقسوم على جوج والمخ مشتت. السبب شنو هو؟ السبب هو ان الركيز مداخلين في وسط الطريق. يعني هذا الشيء انا عمري ما شفته في شي مدينه، حتى لهاد المدينه هذه ما عندنا لا مصانع، ما عندنا شركات، ما عندنا حتى شي حاجه. اش من الطريق كانت مزيانه جلج حيدوه ردوه هو النيت، علاش لحقاش علاش تعتبوا كتهضر لاموها؟ هضرات على بلادها حيت تبقى فيها الحال، قالوا لي لا حقا باغا ديري لي بواط، علاش حيت هضرات وانا دابا هضرت شنو غادي ندير انايا؟ هذيك البنت اخويا كانت زوينه وحق الله، واخا هكاك ظريفه اللي عمرها دار وكتقرا عن التربيه خصوصا التربيه الاسلاميه كتقرا فيها مزيان، راه كتجيب 18 19 والله عمرها دار مسكينه والله يرحمه ويستع على فهاد النهار هذا وكلشي يرحم عليها خوش. كيما كتعرفوا كاملين حنايا جايين ناطلوا على ودي هذيك الدريه، هي الصديقه ديالنا كاملين وبحال اختنا، وجينا نهضروا ماشي غير عليها هي، عليها وعلى خونا كريم وعلى خونا خالد. خونا كريم مات ضربوا الضو، سلك قالوا ضربوا الضو حيت حمق، قالوا حمق مشي شفر النحاس ديال الضو ضربوا الضو. مات خالد عاوتاني قالوا حمق، هادي شنو واش البوطو اللي حمق ولا هي اللي حمق؟ الله اعلم. غاديه مسكينه، غاديه مسكينه تقرا، غاديه مسكينه اسكت، غاديه مسكينه تقرا تقرا مزيان، غاديه مسكينه تقرا تا ما عليها ما بها تطح عليها البوطو. هادشي هذا ماشي معقول. ميزات منين تزادينا انا و 98 17 واحد، منين تزادت المعاناه حتى حاجه من نهار شفنا هاد المدينه كيما كانت كيما باقيه. هاجر علوشيه بنت ظريفه كتقرا معايا، كانت جايه للمدرسه وكانت غاديه، وهذاك اللي كيقاد الزفت وداك الشيء دار عليه دار رجع بمارشري كندير هذاك لي زياد في ودنه، هو يضرب بوطو طاح البوطو على البنت مسكينه كانت جايه تقرا، النيه ديالها تقرا ماشي جايه باش تموت ولا شي حاجه، محشومه هاد الشيء. الله اكبر على شو، الله اكبر على شو، الله اكبر على شو.